السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار. الموت يغيب الفنان العراقي محسن العزاوي. شرطة واسط تعتقل شخصا اعتدى على موظفة في أحد المراكز الصحية. تايمز: من يحل محل بوتين إذا سقط. افتتاح مجمعين لخزن الحبوب في صلاح الدين. إليكم تفاصيل الأخبار. توفي الفنان والممثل العراقي محسن العزاوي اليوم الأحد عن عمر ناهز 84 عاما بعد صراع طويل من المرض. ونعى نجده الفنان سنان العزاوي في وقت مبكر من صباح اليوم. ومن على منصات التواصل الاجتماعي والده الفنان الراحل قائلا: بعد 12 يوم من المعاناة أشعل شمعة روحه وأطفأ جسده. رحل والدي الفنان محسن العزاوي. والفنان الراحل هو مخرج وممثل وباحث مسرحي عراقي له أكثر من 70 عملا مسرحيا. وولد الفنان محسن العزاوي في عام 1939 في مدينة الناصرية محافظة ديقار، وترعرع في أحضان عائلة متوسطة الحال. منذ صغره عرف بنباهته وذكائه، وبدأ مشواره الفني ليقف مخرجا لأول عمل كتبه الراحل عزيز عبد الصاحب زنزانة رقم 16 عام 1958، لتستمر رحلته مع الأخراج والتمثيل. أعلنت قيادة شرطة واسط إلقاء القبض على شخص اعتدى على موظفة في مركز صحي بالمحافظة. وذكرت القيادة في بيان إنه بناء على توجيهات وزير الداخلية وبيعاز من قائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد على أهمية تأمين الحماية الكاملة للكوادر الطبية، ألقت مفارز قسم شرطة العزيزية القبض على شخص اعتدى على موظفة في مركز صحي تاج الدين، وأوضحت أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفي أحكام المادة 229 ليتم إحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل. وبينت أنها لن تتهاون مع أي شخص يحاول الاعتداء على الكوادر الطبية والصحية في المحافظة. قال تقرير لصحيفة تايمز البريطانية أن الشائعات المستمرة حول صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والهجوم بطائرة مسيرة على مقر إقامته في الكرملين هذا الأسبوع وصعود يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر أدت إلى موجات جديدة من التخمين بشأن من قد يحل محله. وأشار التقرير إلى أن بوتين لا يظهر أي اعتلال في صحته رغم الشائعات الدائمة عن ذلك. ومع ذلك تساءل التقرير عن من سيخلفه، ليجيب بأنه وفقا للدستور إذا مات بوتين أو لم يعد قادرا على الحكم فإن الرئاسة بالوكالة ستنتقل إلى رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وهو تكنقراط يتمتع بقدر ضئيل من الكاريزما والنفوذ. وبعد 3 أشهر من الانتقال تجري الانتخابات الرئاسية. أعلن فرع تجارة الحبوب في صلاح الدين اليوم السبت عن افتتاح مجمعين لخزن الحبوب في قضائي بيجي والعلم. وقال مدير فرع تجارة الحبوب في صلاح الدين دحام علي أحمد للوكالة الرسمية إن فرع الحبوب في المحافظة أنهى الاستعدادات الكاملة في كافة مجمعات الحبوب لاستلام محصول الحنطة من الفلاحين لهذا العام. وأضاف: تم افتتاح مجمعين لخزن الحبوب في قضائي بيجي وناحية العلم هذا العام، وهما جاهزان لتسلم أي كميات ممكنة. لافتا لأن الكميات المستلمة من الحنطة لغاية أمس الجمعة بلغت 5541 طنا. وعن مستحقات الفلاحين أوضح أحمد أنه تم تسليم 18 مليار دينار لفرع صلاح الدين من المبالغ المالية، وسيتم دفعها للفلاحين مباشرة بعد استلام المحصول بحسب توجيهات الشركة العامة لتجارة الحبوب.